أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا، ونبدأها من هذا الموجز الإخباري. إذ شرعت اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد في توزيع الدفعة الثالثة من سكوك التعويضات على الأسر المتضررة من السيول في مدينة درنة والمسجلة في منظومة الحصرة. ووزعت اللجنة السكوك على 52 عائلة تحت إشراف القيادة العامة وفق بيان صادر عن الحكومة، مؤكدة استمرار توزيع السكوك لمستحقيها في مدينة درنة وباقي المدن والمناطق المنكوبة. أعلنت مصلحة الطرق والجسور انتهاء لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية التابعة لها من حصر الأضرار الناجمة عن السيول الجارفة في المنطقة تمهيدا لإصدار تقريرها النهائي بالخصوص. وقالت المصلحة في بيان إن عمليات الحصر جاءت بناء على تكليف رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة حسين إبراهيم سويدان، موضحة أن العمليات انطلقت من مدينة سبها إلى خط وادي الحياة مرورا بعدة بلديات. أكدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها على توجيه ميزانياتها التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الإعمار بالبلدية والمناطق المنكوبة وفق مشاريع وبرامج محددة تكون مقياساتها وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء استبدال الكوابل الأرضية المتضررة جراء العاصفة المتوسطية دانييل في ميناء درنة بأخرى جديدة، ونفذت الأعمال فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة وفنيو فرق الدعم والمساندة طبرق، وشملت تشخيص الضرر بالكوابل وإجراء أعمال الصيانات عليه ومن ثم استبدال الكوابل المتضررة بأخرى جديدة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن وإعادة تشغيل. عذرا مشاهدينا، ننتقل إلى الخبر الثاني. ما زلنا مشاهدينا نتابع بشدة ما لحق بمدينة درنة ومجاورها من أضرار مادية، واليوم نعرض عليكم مقطع فيديو جديد من داخل ميناء درنة والتي زودنا بها الغطاس الشريف علي جني. لنشاهد. هذا الونج تم انتشاله تابع للشركة الاشتراكية للمواني، تم انتشاله بداية الأسبوع عن طريق البيجا صباح والفريق اللي معها تعاون مع ميناء الزويتينة والضفادع البشرية. هذا ما تم انتشاله إضافة إلى الآليات الأولى. شوف الوادي وشوف الدمار. تمت عملية الكسح والانتشال عن طريق البيجا، إن شاء الله مستمرين في عملية الانتشال. بارك الله في جهود الخيرين. ومن الضفادع البشرية ومن الكتائب 166 و128 وفرق الغوص من مدينة مصراتة ومن الخمس ومن طرابلس، فجزاهم الله كل خير. خص بالذكر الموجودين حاليا في ميناء درنا اليوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، كل من الرئيس أبو بكر نشنوش رئيس البيجا طبرق الشركة الاشتراكية المواني، كذلك خالد المعوال من شركة القطر والإنقاذ الخمس، وعبد الله سكير أحد المهندسين بإدارة الصناعة والصيانة، فبارك الله في جهودهم. قامت مبادرة مدرسة دار الامتياز بتقديم برنامج إرشادي وترفيهي للطلاب قبل بدء العام الدراسي. يأتي هذا من ضمن برنامج إعادة التأهيل النفسي
لما مر به طلاب المدرسة. في البداية نحب نترحم على شهداء سيل درنا اللي قضوا أثناء السيل. طبعا ربي يرحمهم برحمته إن شاء الله ويتغمدهم ويسكنهم الجنة إن شاء الله. طبعا نحب نوضح البرنامج اللي دايرينه نحن مدرسة دار الامتياز الحديثة للتعليم الخاص، دايرين برنامج إرشادي طبعا لتهيئة الطلاب. طبعا الطلاب طالعين من كارثه ومصاب جلل، لازم نحن نوقفوا معاهم. طبعا فرحه الطلاب هي اللي طبعا ترد الروح للمدينه، ترد الروح لدارنا. نحن في المعتاد ان عاده الطالب هو اساس الفرح، لازم نزرع فيه الفرح باش نحن نفرحوا، باش ترد الحياة الطبيعية، ترد مدينة دارنا كيف ما كانت إن شاء الله، ترد بهمة شبابنا بهمة أطفالنا إن شاء الله، تكون دارنا ترد على المسار الصحيح وترد أحسن من قبل. طبعا نترحم على الناس اللي فقدناهم، كانوا ناس عزاز عندنا، كان عندنا طاقم تدريس، عندنا طلبة مشرفين معلمين مواد، ربي يرحمهم برحمته إن شاء الله، ربي يتغمدهم. وربي طبعا توضيحي للبرنامج، توضيحي البرنامج اللي قايمين به، نحن في برنامج مع المتخصصة المصرية الأستاذة سحر شوقي، وبالنسبة للطاقم النشاط طاقم كامل بحيث أنه يهيئ الطالب ويخرج من هذه المصيبة. الطلبة ما شاء الله متفاعلين معنا، عدد ما شاء الله لا بأس به. طبعا البرنامج مجاني للترفيه وخراج الطالب كما قلنا من هذا الكارثة، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع لما فيه خير للمدينة دارنا ولمدرسة دار الامتياز، وإن شاء الله من أحسن لأحسن إن شاء الله. وبارك الله فيكم، بارك الله في قناتكم إن شاء الله. يد بيد درنا حترد، يد بيد درنا حترد، يد بيد إن شاء الله درنا ترد. وعن آخر المستجدات والأخبار نذهب إلى مدينة درنا ومراسلنا حسن بدورة. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم عبر قناة الوسط في التغطية المستمرة لأحداث وتطورات بمدينة درنا. اليوم وبالتحديد نقف في شارع ومنطقة المغار، تحديدا في شارع التجارة والتنمية. هذا الشارع الذي عاد إلى الحياة في ظل عمل الشركات وظل عمل الفرق التطوعية التي نشاهدها بشكل مستمر في شوارع والمناطق المتضررة مدينة درنا. اليوم وبالتحديد في منطقة المغار متابعة لآخر تطورات أو الأحداث في مدينة درنا بخصوص حصيلة التطورات في هذه المدينة. هنالك عملية توزيع السكوك تشهدها مدينة درنا للأسر المتضررة بإشراف اللجنة المكلفة من قيادة العامة للقوات المسلحة بإمرة اللواء نعيمة العريبي. توزيع السكوك مستمرة خلال الفترة المسائية، بالأمس كان هناك توزيع الدفعة الثانية للأسر المتضررة. الأعمال الأخرى المتواصلة من قبل الشركات المصرية في عودة أو في محاولة يعني إزالة الركام، وأيضا فتح مسارات جديدة خاصة في منطقة ذيل الوادي. وأيضا الأمر الآخر ومهم جدا في محاولة يعني إيجاد حلول في مسألة العملية التعليمية والتي تم تحديدها من قبل مراقبة التربية والتعليم درنا، هو يوم 28/10. كيف ستكون الآلية وما هي الحلول التي ستقدم، خصوصا في مسألة يعني حركة السير وتنقل الطلاب في ظل وجود معابر مؤقتة ومعابر ترابية. هذه المعابر لربما كانت يعني مؤقتة بطبيعة الحال، وهل سيكون لها دور في خلال المرحلة المقبلة؟ لا نعلم بطبيعة هذه المرحلة، وسيتم تقديم الحلول من قبل لجنة الطوارئ وأيضا مراقبة التربية والتعليم بخصوص هذه الأمور. وأيضا وجود بعض الأسر النازعة أو الأسر الناجية بمعنى خاص، هذه الأسر موجودة، لا تزال موجودة في بعض المدارس مدينة درنا. هنالك طبعا أعمال تقوم بها لجنة الطوارئ في بهذا الخصوص في محاولة بتأكيد عودة الحياة إلى مدينة درنا. نعود إلى موقعنا الآن كما حددناها في بداية التقرير، هو منطقة المغار وشارع التجارة والتنمية.
في هذه اللحظات نتابع الدور الذي تقوم به الحركة العامة للكشافة والمرشدات حول مسألة أو حول برنامج التشجير والتنظيف وأيضا تقديم الدعم النفسي لأهالي مدينة درنة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا القائد عماد الديباني. القائد عماد الديباني أحد المسؤولين أو أحد المتطوعين في الحركة العامة للكشافة والمرشدات. للحديث أكثر هذا حول هذا الموضوع قائد عماد الديباني، نرحب بك عبر قناة الوسط. أهلا وسهلا بكم قناة الوسط، وشكرا على تقديمك من هذا الحدث، وبارك الله فيك. قائد عماد الديباني، نشوف اليوم تحديدا في الشارع أو في شارع التجارة والتنمية الدور اللي قائمة به الحركة العامة للكشافة والمرشدات. طبيعة الحملة، وهل هي مستمرة لمدة، يعني أنت حتكون مدة استمرار الحملة كم حتكون مدة الاستمرار، وشنو الآلية التي من خلالها تعمل من خلال الحملة في عملية التشجير والتنظيف وأيضا تقديم الدعم النفسي؟ تمام. بالنسبة للحركة العامة للكشافة والمرشدات، طبعا في بدايات الكارثة يعني تنادت جميع المفوضيات والأفواج للحضور هنا مع في مدينة درنة، وإقامة العديد من الأعمال، ولكن القيادة العامة للحركة العامة والكشافة والمرشدات رأت بأن يتم تنظيم هذا العمل إلى مخيمات عمل، فكانت المرحلة الأولى لمخيم العمل لمرحلة حلقة الجوالة، واستهدفوا العديد من الأماكن في مدينة درنة. كذلك المرحلة اللي بعدها كانت حلقة الفتيان، والمرحلة الحالية هو مخيم العمل الثالث لحلقة الأشبال، والذي تستهدف مجموعة من النقاط من بينها الدعم النفسي والنظافة والتشجير، وكذلك الإغاثة في التكييس السلة الغذائية، وبعض الأعمال التي نرى أننا تحتاجها هذه المدينة. قائد عماد، السؤال أو تساؤل عادة المواطن، يعني سواء كان مدينة درنة أو غير المدن الليبية، هي مسألة الري أو توفير مياه للنباتات، يعني ضمان أن تكون في تنمية مستدامة لهذا الموضوع والاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة. يعني نعم، بالنسبة للاهتمام وما في المرحلة القادمة، يعني للحركة العمل الكشافة والمرشدات بالذات في مفوضية درنة حيكون لها دور في المرور لري هذه الشتلات، ولكن لدي رسالة للمواطنين وللمحلات التجارية القريبة من هذا العام. نأمل المحافظة على هذه الشتلات والمبادرة من أنفسهم للتطوع بالمحافظة واستمرارية هذا المنظر إلى مدة يعني لاحقة، بحيث يكون الشارع بنفس الكيفية وعدم رمي القمامة ووضع الفضلات والأماكن لكي لا تتم تشويه هذه الصورة، اللي حاولنا بقدر المستطاع أننا نضع لمسات كي تساعد على النماء وعلى التطور وعلى رجعة المدينة بالصورة اللي كانت سابقا أو أفضل. يعني شيء آخر هو إمكانية الحملة مقارنة بحجم الكارثة، زي ما شفنا كارثة كبيرة مدينة درنة، وبالتأكيد مجهودات مقدمة من الحركة الكشفية، لكن هل شوف الإمكانيات الموجودة حاليا تسمح لكم بواسطة العمل، أم هي إمكانيات تشوفها أنت يعني تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى توفير إمكانيات أكبر من المجهودات؟ بالنسبة للإمكانيات، يعني الإمكانيات الحالية، يعني نحن نشتغل وفق الظروف ووفق الإمكانيات المتاحة نعمل. فالإمكانيات اللي نحن نطالب بها إن من مدينة حد ذاتها نفسها إن هي تحاول بقدر المستطاع توفر ما هو يضمن الـ 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 الخير ويضمن الأمان لهذه لأي منظر لأي عمل يقام في داخل المدينة. يعني هل تشوف ان لابد من توفير دعم اكثر للشباب المتطوعين، سواء كان في الحركة العامة للكشافة والمرشدات او بقية، زي ما نشوف بقية الحملات التطوعية تقدم في مدينة درنة، شباب قدموا مجموعة حملات، هي حملة درنة بهمة شبابية وحملة ديادي بلاد درنة حترد، هذين حملات قامين بها مجموعة شباب، ولكن شاهدنا او من خلال استطلاع عن الاراء المواطنين ان هنالك يعني تحتاج الحمله الى توفير اليات اكبر، ممكن حتنطلق حملات اخرى تزامنا ايضا مع هذه الحملات في شوارع اخرى مدينه درنة، سواء عن طريق الجهات مؤسسات الدوله او عن طريق الفرق التطوعيه داخل المدينه. نعم، نحن نأمل ان من الجهات التي تمتلك الامكانيات ان تدعم الحركه العامه للكشافة والمرشدات في اعمالها. لا نحتاج قيم ماليه، ولكن نحتاج ما هو يتوفر لاقامه هذا العمل وإنجازه بالشكل أو بالصورة اللائقة.
ويعني تنادوا جميع الشباب وجميع المنظمات لإقامة هذه الأعمال وكذا بجهود بسيطة. فعلى المسؤولين أو على الجهات توفير هذه الإمكانيات لهم بحيث أنهم يقوموا بهذا الدور ويحافظوا على هذه الأمور التي يقوموا بها وتحكس طابع جميل ورائع للمدينة يعني. شكرا لك قائد عماد وبارك الله بمشاهداتكم الطيبة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ما زلنا في متابعة للوضع حاليا في منطقة المغار وعودة الحياة فيها. في ظل هذه التطورات ينضم معنا أيضا الدكتور منير الكيلاني أحد سكان المنطقة ليحدثنا أكثر عن كيف يرى من وجهة نظره أو من خلال ما يراه الآن هو من أحد سكان المنطقة. نرحب بك دكتور منير في التغطية مستمرة طبعا قناة الوسط. سؤالنا هو بحكم أنك أنت من أحد سكان المنطقة وصاحب أحد المحلات التجارية داخل المنطقة، كيف تشوف في عودة الحياة داخل هذه المنطقة وتأملاتك لبقية المناطق المتضررة داخل مدينة درنا؟ والله أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أول شيء نشكر قناة الوسط على متابعتها ودائما كانت حاضرة في الميدان. والله الحمد لله الشارع حاضر، يعني نقول ردت فيه الحياة بشكل كامل بعد حتى هو مر بظروف صعبة بعد الطوفان. عملية النظافة يعني مرت بمراحل، الآن في مراحلها الأخيرة مرحلة التشجير. مرت أول شيء بإزالة الركام من قبل يعني الشركات العامة للخدمات العامة طرابلس، مصراتة، بنغازي، كذلك درنة. إزالة الركام، إزالة السيارات المحطمة، كذلك عملية التنظيف الأخيرة، عملية إنارة الكامل من قبل الشركة العامة للكهرباء، والآن الحملة الأخيرة من الفرقة العامة للكشاف والمرشدات عملية التشجير. يعني نشكرهم حتى بالشكر لهم موصول، ترد درنا يعني ترد الصبغة الخضراء لمدينة درنا اللي كانت معروفة بها. والحمد لله يعني رد لوضع السابق، الشارع ردت فيه الحياة زي قبل يعني أحسن. موجودات الفرق التطوعية سواء كان من مؤسسات تابعة الدولة أو فرق تطوعية أخرى زي الحملات اللي شفناها في أغلب الشوارع مدينة درنا اللي انطلقت من همة شباب، هل ترى أن هذه الحملات تحتاج إلى توفير دعم أكثر أم هي حملات ستظل بهذه الهمم وستنفذ بهذه الهمم فقط يعني؟ والله إن شاء الله أول حاجة نشكرهم طبعا، حملات شباب مدينة درنا، حملة درنا بدينا البنوع الحق يعني بدأوا بشغل نظيف، يعني بدأوا شارع السبالك، شارع الفنار يعني بأقل الإمكانيات. الحق هم عالى كل يوم نحقه في العدد يعني يزيد متاعهم من الشباب، يعني شباب حتى من خارج مدينة درنا يعني جايين معاهم وفازعين من جميع مدن ليبيا. الحق الشباب هذوم يبوا دعم من آليات الثقيلة، آليات النظافة بحيث تختصر الوقت والجهد، ينظفوا الشوارع على الأقل، ينظفوا البيوت اللي خش فيها الركام وكذا، على الأقل تقلل نسبة النزوح يعني في بعض أغلب العائلات يعني ناسحين البيوت يعني قاعدة تبين لهم غير التنظيف وإزالة الركام. نبو عبارة عن الدولة تدعمهم، بس نحن نبو بالآلات، بالمعدات، بالآلات الواقية، آلات الجرف، الكواشيك، كذا إلى آخره. بإذن الله يعني والله الهمة اللي حقيناها في الشباب يعني نقول إن شاء الله دارنا ترد أحسن من قبل بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيك دكتور منير وان شاء الله دائما في التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام من منطقه المغار تحديدا بشارع التجاره والتنميه تابعنا واياكم الدور القائمه بها الحركه العامه للكشافه والمرشدات وايضا بالتعاون مع شركه اركان للمقاولات. هذه الحملات تنطلق تباعا وتكرارا في مدينه درنا في ظل عمل فرق الاغاثه وفرق التطوعيه وايضا الجهات الامنيه، الكل في متابعه لمدينه درنا. نامل بتوفير المزيد من المجهودات وأيضا الإمكانيات لهذه المدينة. على أمل اللقاء بكم مجددا، تقبلوا مني أطيب التحيات. حسن بدوارة لقناة الوسط مدينة درنا. أجرت عدسة هنا ليبيا استطلاع رأي مع بعض المختصات في الدعم النفسي حول عملية دعم ضحايا إعصار دانييل. لنتابع. يحتاج أول حاجة أنهم يعبروا عن شعورهم، نعطيهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم من خوف، القلق، مرات ينتابهم موجات من الغضب، من الزعل، كل هذه وخصوصا بعد حدوث هذه المأساة.
ايضا لازم نوفر لهم الدعم النفسي من خلال ان نخليهم يديروا لهم انشطه يعبروا بها عن مشاعرهم من الحزن والقلق والفقد وكله. نوفر لهم الحاجات الاساسيه من ماكل مشرب ماوى ليشبع رغباته ويشعر بالامان. نوفر لهم الامن والراحه، يحتاجوا الى الدعم العاطفي من خلال اني نسمعهم نسمع الماساه اللي هم يحكوها، نتفاعل معهم، نشعرهم بالعطف نحوها. يحتاجوا للدعم الاجتماعي من خلال المساندة في مجموعات وإنهم موجودين في هذا المكان وإنهم كل الناس اللي موجودة في هذا المكان لتدعمهم. هم يحسوا الآن بخوف إنها تتكرر هذه الحادثة، نفهمهم إن في ناس موجودة لخدمتهم زي المنظمات الإنسانية زي الكشافة زي الهلال الأحمر، هذوما واقفين لمساعدتهم في حدوث لو إن حدثت هذه المأساة مرة تانية، في حد راح يقف معهم وينقذهم من هذه المشكلة. يحتاجوا كذلك إلى تقديم المشورة والدعم النفسي في حالات تعاني من اضطراب بعد الصدمة، الاكتئاب، يحتاج إلى علاج وتقديم هذا الدعم لهم. ننظر الاحتياجات الأساسية، احتياجات بعض كوارثهم حاجة المأكل والملبس والمأوى، وبعدين ننظر احتياجات نقدمه لهم كدعم نفسي، كيف نقوم بدراسة التبرغ النفسي ودعمهم لقبولهم هذه الكارثة بعد الصدمة اللي تعرضوا لها. الاحتياجات الأساسية بعد قدموهم دعم نفسي بعد أثر هذه الصدمة وتعرضوا له، لازم نخرجهم للمجتمع عن طريق مؤسسات خاصة اللي تقدم الدعم النفسي، وبعدين إخراجهم داخل المجتمع باش يتم عملية التكيف على هالواقع الجديد اللي حصل لهم بعد فقدان أزواجهم وأبنائهم وأصبحوا إنسان يعني وحيدين. لازم كيف يخرجوا المجتمع وخرجوا من هالكارثة اللي تعرضوا لها، من خلال برنامج تمكينهم، من خلال دمجهم في برامج الشغل، من خلال جلسات تفريغ نفسي يقوم بها مؤسسات. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهدة. أهلا بكم من جديد. اجتمع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان مع إدارة مكتب العمل والتأهيل طبرق بحضور فريق استشاري أردني. هذا وسيقوم الوفد الاستشاري الأردني بدراسة كاملة لوزارة العمل في مختلف الملفات، وذلك من أجل وضع خطة خماسية التي سوف تعمل عليها وزارة العمل خلال المرحلة القادمة، وستركز على تدريب الباحثين والعمالة الوافدة. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور جاسم بكر حي، مدير مكتب العمل والتأهيل طبرق. اليوم في استقبال وزير العمل والتأهيل ووفد الاستشاري قادم إلينا من المملكة الأردنية كزيارة لمكتب العمل، كأحدى زيارات لمكاتب العمل والتأهيل على مستوى ليبيا. وهذا الوفد سوف يقوم بدراسة كاملة لوزارة العمل في مختلف الملفات أو الاختصاصات من أجل وضع خطة خماسية سوف تعمل عليها وزارة العمل خلال المرحلة القادمة، وسوف يكون هناك تركيز على التدريب الباحثين وكذلك العمالة الوافدة، وسوف تنطلق هذه الخطة خلال الأشهر القادمة بإذن الله. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة. طبعا سبب الزيارة هو مرافقة الوفد الاستشاري الأردني الذي جاء بناء على رغبة وزارة العمل والتأهيل في إطلاق خطة استراتيجية خماسية تخدم جل اختصاصات الوزارة وتهتم بحوالي عدد 14 إلى 15 ملف رئيسية للوزارة. خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى راح تكون للوزارة خطة استراتيجية تختلف عن السابق. الوزارة أصبحت معطلة منذ 2011، الوزارة تسير بشكل تقليدي. الوزارة العمل والتأهيل المفروض تكون العمود الفقري لرئاسة الوزراء وأم الوزارات، دخلت علينا وزارة الخدمة المدنية وزارة مستحدثة، فانطلقنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر 1 أو يناير 2023. التقينا بعدد من الخبراء هناك وقررنا بموافقة وبناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور أسامة حماد، قررنا فصل الاختصاصات على غرار الدول الشقيقة والصديقة ومنها المملكة الأردنية الهاشمية. فالحمد لله يعني كانوا في الموعد،
وتحمل عمانة مشقة وعناء السفر، وصلوا إلى ليبيا قبل حوالي 10 أيام. اتجهنا بهم إلى لجنة العمل والشباب والشؤون الاجتماعية بالبرلمان. احتياجنا في المرحلة القادمة إن شاء الله إلى فصل في الاختصاصات يحتاج إلى تشريعات واضحة وصريحة. ثم اتجهنا إلى فخامة رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، وأبدأ استعدادا إن شاء الله بإذن الله وتجاوبه في بأي تشريعات بالخصوص. زرنا عدة مكاتب، منها مكتب العمل والتأهيل القبة، البيضة، شحات، الهيئة العامة للتشغيل شحات. زرنا مكتب العمل والتأهيل في جدابية، سلة راس تنوف، الجفرة، سبها، وباري، مرزق. الآن وصولا إلى طبرق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ممكن بعد نصف ساعة نتوجه إلى مساعد. كلها للوقوف، أنا أصريت أنهم يجوا يوقفوا على أهم المشاكل والعراقيل والصعوبات اللي تواجه عمل هذه المكاتب، وتواجه الملفات الرئيسية للوزارة اللي أهمها تشغيل الباحثين العمل، تدريبهم وتأهيلهم، الاستخدام، حصر العمالة الوافدة، مشاكل الشركات المتعثرة والمنسحبة، الملف هذا الشائك، تدريب موظفي الوزارة وتأهيلهم بشكل جيد، تدريب الباحثين العمل وإدخالهم لسوق العمل الخاص، إطلاق عدة منظومات إن شاء الله بإذن الله تعالى، والاعتماد على المنظومات الإلكترونية في المرحلة القادمة خاصة فيما يخص حصر الباحثين العمل. جل منظومات الباحثين العمل الآن في مكاتب العمل هي عبارة عن إكسل شيت، إدخال فقط للبيانات. ووجدنا عدة مكاتب مثل المتقاربة زي شحات ومر الزم والبيضة، الباحث العمل يكاد يسجل في هذه المكاتب، وبالتالي الإحصائية غير صحيحة. راح تنطلق إن شاء الله بإذن الله تعالى، عندهم فريق جيد أثقت به في الأردن، جزء كبير من الفريق يشتغل هناك، وأربعة مستشارين وصلوا، منهم 2 الآن عمانة و2 كانوا عمانة طيلة الرحلة والآن واتجهوا إلى بنغازي. راح تكون عندنا لقاءات مع عدة وزارات متداخلة في الاختصاص، أو راح يكون بيناتنا ربط إلكتروني بوجود تداخل في الاختصاص، منها وزارة الداخلية، الحكم المحلي، التجارة والاقتصاد والتجارة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والمعادن. كل هذه الوزارات شبه يعني زرناها بالكامل، ممكن منها وزارة أو 2 إن شاء الله راح تكون بكرة وبعد بكرة، وراح يقدموا إن شاء الله عرض أو برزنتيشن بالخطة الاستراتيجية، أهدافها ورؤيتها والمراحل اللي بتمر بها إن شاء الله، وكيف تترجم على الأرض أمام دولة رئيس مجلس الوزراء ممكن يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وللحديث عن آخر المستجدات بمدينة طبرق ينضم إلينا مراسلنا محمد العكلي. محمد، ما هي النقاط المتفق عليها في اجتماع وزير العمل مع إدارة مكتب العمل والتأهيل؟ نعم، تحية لك محمد وتحية للسادة المشاهدين. هذا الاجتماع كان يوم الأمس اجتماع وزير العمل بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب مع مدير إدارة المكتب العمل والتأهيل في مدينة طبرق. الاجتماع كان الاتفاق على العمل بالآلية الجديدة عن طريق الفريق الاستشاري الأردني الذي كان حاضرا يوم الأمس في هذا الاجتماع، على أن تعمل الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل في ليبيا بالاستراتيجيات الجديدة. خاصة وزير العمل والتأهيل حدد وتحدث بالتحديد عن هذه الوزارة بأنها من أهم الوزارات، ويجب التركيز على التدريب والتطوير، وكذلك منح فرصة العمل بطريقة حديثة ومتطورة عن طريق التعاون مع هذا الفريق الاستشاري الأردني. وستعمل الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل في كافة المدن الليبية باستراتيجيات جديدة بحسب ما تحدث به وزير العمل والتأهيل. أبرز النقاط بأن الآليات القادمة ستكون آليات حديثة وجديدة ومتطورة عن طريق منظومات حديثة ستعمل بها مكاتب العمل والتأهيل خلال الفترة القادمة، باستشارة من الفريق الأردني الذي كان حاضرا في يوم الأمس، والذي سيواصل المشوار مع وزارة العمل والتأهيل في باقي المدن الليبية. طيب محمد، هل لديك أي مستجدات بخصوص الأعداد من النازحين سواء كان في درنة أو خارج درنة الذين وصلوا إلى مدينة طبرق؟ نعم، بخصوص محمد، بخصوص المستجدات حول أزمة خروج الأهالي من مدينة درنة وكذلك بعض المدن في الجبل الأخضر، تحدثنا اليوم مع لجنة الأزمة وعضو لجنة الأزمة ورئيس لجنة الحصر في هذه المدينة السيد نصر الله الحاسي، وحدد لنا الرقم الذي وصل حتى الآن وسجل في المنظومة الرئيسية الرسمية ببلدية طبرق، العدد العائلات الذي
سجل في هذه المنظومة وهو 650 عائلة الآن سجلت بشكل رسمي داخل هذه البلدية وداخل المنظومة الرئيسية التابعة للجنة الأزمة. كان كذلك اليوم اجتماع بين لجنة الأزمة ببلدية طبرق وأيضا لجنة من القوات المسلحة الليبية، وتحدث الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية عن معالجة حال الأهالي الذين خرجوا من مدينة درنة ووصلوا إلى هذه المدينة، عن عملية حصرهم ومعالجة الإشكاليات التي يواجهونها خلال هذه الفترة، وخاصة تم مناقشة مسألة السكن في الفترة القادمة وكيفية حل هذه الإشكالية. هذا الاجتماع كان اليوم في المجلس البلدي طبرق. أيضا فجر يوم أمس كان هناك حدث هام، وهو عن طريق قوة مكافحة الهجرة الغير شرعية التي كانت في دورية صحراوية ما بين طبرق وجدابية، وأثناء مرور هذه الدورية الصحراوية التابعة لقوة مكافحة الهجرة الغير شرعية كان هناك عملية استفهام على بعض الشاحنات، أو شاحنة كانت هناك عليها علامة استفهام ربما مشتبه بها. هذه الشاحنة تعرضت لها القوة المكلفة من مكتب مكافحة الهجرة الغير شرعية في طبرق، وتم ضبط هذه الشاحنة، وكانت الشاحنة تحتوي على 340 ربما حقيبة متفجرات والمعروفة طبعا باسم الشنطة. تم ضبط هذه الشاحنة. التحقيقات في هذا الأمر لازالت مستمرة، ولازال يستمر الفريق التحقيق في مواصلة يعني تفاصيل هذه القضية. الشاحنة من خلال المعلومات والمصادر بأنها كانت ستتجه أو متجهة إلى منطقة جدابية بحسب المعلومات الواردة حتى الآن. هذا كل ما كل المستجدات خلال ال 24 ساعة محمد في مدينة طبرق. طيب في عجالة محمد، أين وصلت مجهودات الإغاثة سواء كان من الهلال الأحمر أو من المساعدات الدولية في مدينة طبرق؟ نعم، المجهودات الإغاثية لازالت مستمرة هنا عن طريق طبعا الهلال الأحمر الليبي فرع المدينة في طبرق، لازالت هناك أعمال يقوم بها هذا الفرع. أيضا لجنة الإغاثة التابعة للمجلس البلدي طبرق لازالت تعمل. أيضا هناك سفينة تركية وصلت يوم الأمس تحمل بعض الإعانات والمعونات لمدينة درنة وبعض المدن الجبل الأخضر. وصلت هذه المساعدات يوم الأمس ربما في المغرب، وصلت هذه المساعدات وربما دخلت ليلا أمس، وسيتم طبعا توزيعها عن طريق لجان الإغاثة المعتمدة والرسمية التي تعتمد عليها الدولة الليبية. نعم، كنت معنا مراسلنا من طبرق محمد العوكلي، شكرا جزيلا لك. تعاني معظم المراكز الصحية بمدينة بنغازي من نقص شديد في تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، حيث نشد مسؤول المركز والوحدات الصحية بالمدينة الجهات المعنية والمسؤولين بالالتفات إليهم وتوفير التطعيمات. ويأتي هذا تزامنا مع انطلاق العام الدراسي والذي تركز فيه المؤسسات التعليمية بالصحة المدرسية للأطفال داخل الفصول الدراسية، حيث يعرقل نقص التطعيمات سير العملية التعليمية. منى مختار الخازمي، مسؤول التطعيمات بعية الكيش، قسم التطعيمات. نحكوا على التطعيمات نحن بصفة خاصة، يعني أن التطعيمات فيه النقص. وبالنسبة للناس نحن رانا نغطوا في منطقة على مستوى بنغازي، منطقة واسعة، أنا من 7:30 نجي هنا نلقى في الممر اللي برا هذا معبى ناس بي. فبعد قد عندي تطعيمات متوفرة، أنا نمشي في ناس راهو واجدين. نحن في حوالي يعني في اليوم نطعموا في تقريبا 200-250. تو بعد قد عندنا نقص في التطعيم، حتى الناس راهو تم ظروفها أنها ما عادش تحمل منك حد كلام. حتى بعد جيت دويله مثلا علي ان تطعيم ناقص ما يفهمش منك، يقعد يقعمس في الممر يبي يقول لك لا هذا هنا تو فهموني جيبوا لي واحد مسؤول. انا نقول لهم انا مسؤول، لا نبي المسؤول الاخر. نحن نناشد بس وزاره الصحه يوفروا لنا تطعيمات باش نحن نقعدوا، حتى على غينا اي واحد بيدوي على تطعيمات نقعدوا احنا مقعمزين هنا. انا بالنسبه لي انا من 7:30 لغايه 1:30 وانا مقعمزه.
40 طعم. انا لو قعدت تطعيمات متوفرات نحن حنغطوا حتى يعني جزء كبير، خاصه تو متعين درنا والله قلت لك متعين درنا نحن الاسبوع اللي فات جوني منهم مجموعه واجد، كان حتى الكروت بتاعتهم مش معاهم. الرساله هي موجهه لهم، هي مش موجهه، هم عارفين الرساله يوفروا لنا تطعيمات بس يشوفوا لنا نقص على التطعيمات هذين، شنو القصه بتاعتهم هذين بس، لان هذين اثر حتى على وين بعدين مستقبل. انت عارف ان الامراض كثرت تو، الاسهال والحراره مستشفى الاطفال راهو يعانوا منهن، راه الروته هذه حاجه مهمه. لكن كيف ما قلت لك كلام وما زلت نحكي لك، من بدري جات واحده من التطعيمات كنا نناقشوا معاها على اساس ان عمرها شهرين وبنعطيه الروته، رفض الراجل قال لي ما ناخذش الروته بلا ليباري. نقول له يا اخ والله هذه المتوفره هذه كويسه، راهي بعد تغيب راهي بعد ثلاث شهور تلتقى من التطعيم، ما بس سكر راسها قال لي انا ناخذ مع بعض يا بلاش منهم بكل. شهد مضمار مدينة بنغازي امتحانات حكام الدرجات الأولى والنخبة وامتحانات التقييم التي أشرفت عليها اللجنة العامة للحكام داخل المضمار، حيث يخضع الحكام إلى امتحانات السرعات والمسافات المتوسطة والطويلة، ويتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات وتقيمهم بإشراف أو تقييمهم بإشراف فنه وحكام دوليين. هم اختبارات الحكام الدرجة الأولى والدوليين، طبعا المستهدف من حكام بنغازي ما يقارب عن 30 حكم، مناصفة 15 مساعد و15 حكم وسط، لهم فترة طبعا لهم أكثر من ثلاث شهور متواجدين في هذا المضمار للتدريبات على هذه الاختبارات. طبعا الاختبارات بالنسبة للمدرب متوفر لهم مدرب كل يوم التمارين مدة ثلاثة شهور استعداد لانطلاق الدوري. طبعا هذا برنامج روتيني اللي هو إجراء الاختبارات اللياقة البدنية، طبعا كان من المزمع إقامته طبعا في شهر 9، ولكن الحدوث الجانحة اللي صارت في المنطقة الشرقية والسيول التي نتمنى إن شاء الله أن ربي يلم الشمل ليبيا. طبعا تم مخاطبة الاتحاد الدولي بتأجيل الاختبارات من شهر 9 إلى فعلا تمت الموافقة، وموافقة على إجراء اختبارات في شهر 10. طبعا أول أمس اللي هو يوم الخميس الماضي تم إجراء اختبارات اللياقة في مدينة طرابلس، المنطقة الغربية بالكامل والمنطقة الجنوبية وطرابلس ومصراتة، واليوم إن شاء الله حنبدأ في اختبارات المنطقة الشرقية اللي هي طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت. طبعا نحن الاختبارات هذين فيهن طبعا ترشح للقائمة الدولية التي إن شاء الله حيتم بعث القائمة إن شاء الله يوم 15/10 اللي هو غدا إن شاء الله بناء على اختبارات اليوم. نتمنى التوفيق للجميع، طبعا هذا استعداد للموسم الجديد اللي هو إن شاء الله بداية يكون 27/10. نتمنى التوفيق للجميع ولقناتكم وبارك الله فيكم إن شاء الله. تسعى بلدية سبها لاستكمال إعادة تعبيد الطرق من خلال بعض الميزانيات التي خصصتها لها حكومة الوحدة الوطنية لصيانة بعض الشوارع الفرعية وسط المدينة والدائري الثالث رغم بعض الصعوبات التي تواجه عملهم. عدسة هنا ليبيا مع مراسلنا رمضان كرنفودة تابعت سير العمل. المجلس البلدي في الميزانية الأخيرة اللي خصصت السنة هذه ركزنا على رصف وإعادة رصف بعض الطرق الداخلية في مدينة سبها اللي منها الطريق اللي احنا واقفين فيه الآن اللي يقولوا طريق الجيفو. زي ما تشوفوا انتم هاي الأعمال الآن جارية، الجزء الأيمن من الطريق تم رصفه وجاري العمل على رصف الجانب الأيسر إن شاء الله في خلال الأسبوع أو الأسبوع القادم بعون الله يكون الطريق جاهز. ركزنا برضو فيها مستهدف شارع آخر اللي هو يقول شارع 25 شارع المدارس، ما يعرف شارع المدارس في القرضة، بدأت العملية فيه التجريف الآن، تم كشط الأسفلت القديم وبارزي الكشط وإعادة الرصف من جديد. فيه شارع آخر مستهدف اللي هو شارع اللي خلف المصرف الزراعي، نفس الشيء يبدأ فيه العمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والعمل الجاري حتى هو في شارع طريق 27 اللي هو امتداد شارع 27 في المشية، شارع بطول 2 كيلو متر مزدوج وبادي العمل فيه، والشركة بادي ترصف وتشوف في المواد.
العقود العقد الطريق 27 حوالي 4 مليون و100 على جزئين، 4 مليون و100 4 مليون و100 حوالي 8 مليون. الشارع هذا اللي احنا واقفين فيه حوالي مليون وشوي، الشارع الثاني اللي هو بتاع المدارس برضه مليون و100 الف، ومليون و100 في شارع المصرف اللي خلف المصرف الزراعي. والله في بعض المشاكل طبعا، عدم تجاوب بعض الجهات اللي هو زي شركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، في بعض الكوابل العشوائية اللي مادينها المواطنين بطريقة عشوائية في الكشط، وفي تواجه فينا في مشكلة، بعض مشاكل في الصرف الصحي اللي هو طبعا العملية بالتسليك للمنهولات اللي تفيض أحيانا وتعرقل في العمل، في بعض البالوات اللي في مكان في مسار الطريق. طلبنا من الشركة الحقيقة كم من مرة العمل على إزالة العوائق، وما زال لحد الآن قاعدين، ما زالت في بعض العوائق ما زالت، والعمل متوقف للأسباب اللي قلت لك عليها. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. تقبلوا تحياتي، أنا محمد دينالي، دمتم في أمان الله.